تعسون دم الجرار محمومة من سالم يقول سالم يحيي ضيوفك في ليلة سوار وأهل الفنون تلوفة والعالم تشوف يحلى السهر في أماسي عقلون وشعار ليلة طرب رماسي ومع سالم ضيوف يوداني دان يوداني يوداني اللي دان يحلى السهر في أماسي ومع سالم الله يحييكم يعطيكم العافيه وزايريننا اليوم ما شاء الله تعال تفضل ابوي تفضل شيء حلوتنا بهذه هي مره بالضبط خليت تفضل يلا سو خليت تفضل قرب سلام خرج قرب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حلوات الناعبه المزعفره هاي عيد لباسك زين اليوم هذه ديداشة ها ها سمعنا تصدق عاجبني يدور حق عمره درا ديداشة حط عليه يدور حق عمره درا وصل ابو الدد وصل ما تقدم ما وجهت حق عليه انت ما ترضاها لي هذه الله يعجب ايوه الله يعجب ويبقيك الله يعطيك العافيه من عند الجميع تفضل تفضل علشان اودي الماي هنا بس ما بعد يلا الحمد لله زين على توش دخلك في دشداشة ابوي سعيد لكن قول تبى تخبرنا انك اليوم لابس كندوره جديده ترى انا بغني من الاول ما احب اجرب علي ثلاث قبلك ما شاء الله عليهم تفضل انجي لا تروح ابدا هذا هو افا ولدك ابوي ولدك الله يعزك ويبقيك حشاوي حشاوي هذا هو عندك ها وش الدشداشة وش الغترة ها؟ جديد اليوم يا قوت جديد اليوم مو نشيد ابن ياقوت مو ايه ما شاء الله عليه زاهي زاهي اليوم زاهي ها؟ الله يغنمك ويسلمك الله يسلمك ابوي الله يجيبك خير اسم تقب واحد بارك الله فيك زين زين معناك واحد ازيدك زيدني اه مين زايد منك؟ اني زايد منك يعجبني بيقول يزيدني القهوه الله يزيدك خير ان شاء الله يعطيك العافيه تسلم صدري بس قهوه خلنا ازيدك كم ربيعك خلنا ازيدك الله يزيدك خير يا الله لا ترد من يقود لا ترد لا تردوا لا تردوا عشان ما ينكسر خاطره ما ينكسر خاطره ان شاء الله زيدهم بعدك زيدهم زين شويه بس اسمحوا لي تفضل وبرد لكم تفضل السلام عليكم ورحمه الله مشاهدينا الكرام اسعد الله اوقاتكم ويا هلا ويا مرحبا فيكم حلقه جديده من برنامج اماسي واحلى الاماسي باذن الله نقضيها مع بعض كالعاده ويا ضيوفنا اللي راح ان شاء الله يشرفونا واللي بعضهم شرفنا مشاهدينا الكرام اليوم نحن طبعا اكيد دخلنا في الأسبوع الخاص بالمسبع وأيضاً أسبوع المسبع راح يكون فيه تنافس كالعادة وراح يستلم السيف واحد منهم بإذن الله في النهاية نذكر نحن بسؤالنا البارحي ونشوفه الآن على الشاشة مع المخرج سؤالنا يقول أنيابة تقتل من تصيبه ولا هو مثل هالناس مولود أنيابة سرعتها عجيبة وفي بطنها محشاي بارود عندكم المحزم 2 لمجز 3
ال وش هذا رق الافعى. انزين اختار يعني بنشوف اختار وبنشوف على الشاشه الحين مع المخرج. نعم رقم واحد. اذا مشاهدينا الكرام ايه هي الاجابه الصحيحه المحزم؟ خلونا الحين نبارك لي ثلاثه من مشاهدينا الكرام اللي شاركوا في حل هذا السؤال، وعلى الشاشه الحين راح نشوف ارقامهم ونبارك لهم باذن الله. اذا جاهزين يلا. اذا مشاهدينا الكرام نبارك لصاحب الرقم 92725627 92 كرر مره ثانيه 92725627. نقول له الف مبروك لك جائزه مقدمه من تلفزيون سلطنه عمان عبارة 100 ريال. ونشوف رقم 2. إذا صاحب الرقم 950-99141 نقول له أيضا مبروك لك 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان تستاهل، وتبقت عندنا 100 نشوفها لصالح من؟ إذا مبروك لصاحب الرقم 99675569 مبروك لك 100 ريال من تلفزيون سلطنة عمان. وأيضا كالعادة إذا كانت الأرقام جاهزة من مخرجنا نكررها. أيوة 92725627 95099141 99675569. ولكل واحد فيكم 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان تستاهلون مشاهدينا الكرام. وهناك أيضا 300 ريال على السؤال اللي راح تشاهدونه وتسمعونه على الشاشة ومع مخرجنا. في بطنها 12 بنية وتزورها كل يوم مرتين، من دونها يدك خلية وهي عمرها 24. 1 السنة، 2 الساعة، 3 الشمس. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. إذن مشاهدينا هذا سؤالنا لليوم، ويقول في بطنها 12 بنية وتزورهن كل يوم مرتين، من دونها يدك خلية وهي عمرها 24. عندنا رقم 1 السنة، رقم 2 الساعة، رقم 3 الشمس. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوا على عمان تل وفرين 90286 ونورس 90607. وفالكم التوفيق، وكل ما ارسلتوا اكثر كل ما كان حظكم اوفر باذن الله تعالى. الله يحييكم مشاهدينا الكرام ويحيي ضيوفنا اللي زارونا. الله يعطيكم العافيه يا ابوي. يا مرحبا بكم. بارك الله، الله يسلمكم. ما شاء الله عليكم، وصلتوا بدري اليوم. اصبر ربك. ها شو اخبارك ابوي سالم الحصان؟ سلام تراسك. وسعيد الهاشمي. علوم الخير حلوين مسيب ما علمنا بشيء الا علوم الخير. الحمد لله. وهل مضيبي؟ الحمد لله. كل علومكم طيبة. مضيبي طيبة. طيبة. الحمد لله. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. الحمد لله. يا مرحبا بكم. يا مرحبا ينعودوا. انزين. تفضل. انتوا عاد لستوا بعيد عني كنكم. ولا برايكم هنا؟
لأن الحد انت زين. إذن مشاهدينا الكرام، يعني مثل ما لاحظتوا الضيوف اللي هم موجودين معاي على الشاشة الآن هم المتنافسين لهذا اليوم في فن المسبع. سالم الحبسي رقم 1، سعيد الهاشلي رقم 2. إذن الوالد سالم الحبسي من مضيبي المنطقة أو المحافظة الشرقية، وسعيد الهاشلي رقم 2 من محافظة مسقط ولاية السيب. إذن صوتوا لهم مشاهدين الكرام، وأكيد هم يعني لهم باع طويل في شعر المسبع، مثل ما راح إن شاء الله تعالى اليوم نحن نسمع لهم وراح نستمتع وياهم بإذن الله تعالى، وياكم أيضا مشاهدين الكرام. وما أدري يا أبوي الحصان، أوه الحصان تفضل، كيف حالك؟ الحمد لله. ماشي أشوفك عادك ماشي ماشيك. ها؟ ماشي تسحي عني تدج عني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما دوم الدنيا. الحمد لله رب العالمين ما دوم الدنيا حالك الدنيا هذه هي. إيه؟ أبوي سعيد أبوي كيفك؟ الحمد لله. خلاص أقول التواير تراهن الحين ماشي عاد الحمد لله. ها؟ صار سعيد بعد يبالهم بنشر بنشر. أنا باعت علي الريول سالم، هي ترى بغيت أصاقب وزيد فلوس ما طاعوا ماشي. ما شاء الله عليك. جالس ما يعورني وراقد ما يعورني. هي. غير ماشي. لكن إلى أمشي كنا يسيب لي مسامير وضربني هنا في الركعة. سبحان الله. هذا ترى قبل أبوي قبل مشيته وايد مشيته أول قبل. أول مشيته. أول الحل يصير صراي عن أبو فتيلة. هي. ونسوي الحل كل حين والساعة. هي. ما سوينا شوي شوي صح. الحل يا الله. زين بندخل نحن بناخذ دور مسبع، شو رايكم؟ على ما تحب انت. نسمع منك ابوي الحصان والله على ما تحب. هات مقصب منك ومقصب من ابوي سعيد. يلا يقول مسبع. يقول عزات يلي فعل امر وما قاسه. ايه عزات يلي فعل امر وما قاسه. ايه حصام اللي جبل مدربح قاجالها راسه. انزين ولي ما يقيس الامر ها من سافه الى راسه الى راسه. صح. تمشي عليه الليالي مظلمات سود. واذا تساهر يوم النايمين القود. القود عزات يلي فعل امر وما قاس. ها ها وش يقول الهاشلي؟ يا هود يا هود اهل البيت قولوا هدي. ها كنتوا محبين كيف اليوم صرت عداء. ها من يوم من شفتي يا زين تتردى. لا بات لا بات يا محبين يا ساده. هي حلت المياري وفينا مالكم راده. راده الحب ما هكذا يا ناس معتاده. لا ودريش ما دريت وايش الخطا مني لكم ابدا مو سويت ما حيدك. زين هات ابوي يقول من حب حد قول قلبك لا من بغض حد قول. ها ها انا غليس نادي خلف حامل الاثقال. زين ويما ركب نص الصواهل والدروع اثقال. قال خذها على مجد وتركها على حافر. انزين والريل الخري مثل ما يجي كافر. انا بعتز في ظل سيفي والعدو قاصر. قاصر والعز بالسيف يوحنا للاثقال. ها ها هات كاود رمثة هذا. هي افرح الى ليله الظلمه كست بغمام. افرح افرح الى ليله الظلمه كست بغمام. اها ودلهم الوقت من مشرق الى الشام. زين ما نام ما نام عنا حبيبي ما نام. ما نام ما تنام. انا حلفت بيمين مالي مرقد دونه. ولو ينكس علي رماح وسيوف مسنونه. لا ما عيب يوناس لي يقتل في شف مزيونة عي يقتل على شهرة والعاقبة قدام قدام. زين يقول برسل سلامي عليكم من جبل حتى. برسل سلامي عليكم من جبل حتى. وجسم اللي صاحي تبطل من العظام وانحتى وانحتى. أنا لو تدريوبي بما ما صابني حتى. زين كما نامت العين يوما ولا ليلة. ما نامت العين يوما ولا ليلة وجراح قلبي تنتقض تزداد كل ليلة. ليلة أنا وافسر علتي من أمس حليلة. انزين هذا نظم مهيتي ومن قلبنا حتى. حتى يقول بادي بدت أبدية تقلي هموم النظام. ماشي مشت أمشي ساقن بلي يا عظم. انزين
معقول هذا؟ ما اعرف بادي بدت كيف تمشي هذه ما فيها عظم؟ والله ما ادري بقى حي مثل حالتك انت الحين. بادي بدت ابديت لقلي هموم النظام ماشي مشت امشيت ساقا بلي عظم يازي جزت يززت شحم الكلاب النظام. انا شبكت حليود امن اليود ما سعصير ما خاب شبكي ولا طير يحث مسير انزين دز النفق صفقت يقطين طار الطير صدت قفت هاجرت رضمت عظامي رضم رضم. اقول مبين ترى مبين هذه العظام الحين مبين فيها عظامك رهمانات هذيل رهمانات. اقول ابوي حصان تفضل ابوي الله يعطيك العافيه الله ما عزيز. حاولت تعالجها الريل ولا مشيت ابعولك زين وقالوا لي بنسوي لك عمليه لكن ما نضمنها كنا قبوها بولا تعرف ليش خلاص ترى ابوي يعني الانسان يوم يكون ضمنوها وتغيبها لا يوم يكون كبير عاد العظم صعب انه عندنا خشين البدوي نحن عندنا خشين. ايوه زين ابوي مسوي لها قلت لي مسوي لها حديد حديد داخل ايوه بعده داخل حديد وبعدها بعده داخل ايوه وما تروم تمشي بها وايد لا في البيت شيء يهلكني وفي البيت ثقيله في البيت تتمشى في البيت ومسويه هنا عالجو ومسويه هناك في البيت تتمشى داخل اه داخل عادي اتمشى الحمد لله رب العالمين انا وابوي سعيد انا ادلك بالدواء ها انت اول شيء داوي عمرك لا بكون هذا دواء هذا يجمرني الله عليك. تعال انت الحين الحين ما يداوي ادليك بالدواء ما بخاطري الله يعزك تسمع وبشرط انها صح زين الله يطول عمرك خبره ها ها بس لا يكون الدواء ما زين واحد اخذ ما يكون الدواء ما زين زين اقول لك ابوي ابوي سعيد ابا اقول لك يوم انت طبيب طب حالك اول اه جاوي عمرك شوف الحين الريول هنا عندك خاشه يقول طبيب ان طب الناس وحدك علي زين ترى اقول لك لكن هو يجي علي اذا خبرت عنه تعرف هذه هذه ما يفيد خلاص الانسان من يعدي 80 ها خلاص عاد العظام هي العظام العظام ما عاد ما تنفع حتى لو يجبروها ما تمسك الجبس ما يمسك فيها الجبر ما يمسك ها لا ما هي فيها زين هات ابوي سعيد ترى الناس قاعده تصوت لكم الحين هي والله الناس تصوت لكم فهمتوا علي يصوتوا لكم الناس الحين الحمد لله رب العالمين الله يطول عمرك خليني انا الحين الخلايق قاعدين يصوتوا لك من احسانك الله يطول اعماركم وعمرك يطول ان شاء الله يلا وش قال؟ يقول يا صاح بس منك وبس من حبك منزلت من القلب العين ما نرباك الان قد صادنا عنك صبي شباك اخفض ثلوجك وحدي ناس فيني طين وخيار غيرك يجيني وسط قلبي زين الآن يا أخوك هيه عنك بعيد معتزين في قصر عالي علي صروب وتشربات ما دام جالس فوق هذا فراش ما شاء الله انزين يقول أبجد بجد ناري مدعجة والعيون صحاح آها أبجد بجد بجد ناري مدعجة والعيون صحاح وهو الهوت بي في بحر ما يله سبح انزين وحط يحط المسك ما بين الثنايا وفاح وساح وكلمة تكلم حبيبي بالتمر ياحة أها وصعفص سلب نهجتي وزادني جراحة جراحة وقرشت قرينا كتاب الود بالراحة انزين وتخذ خضبنا المها من وسط مسراحة انزين وضغضغ لظل برق ما بين الثنايا ولاح مرن بنات الصلي والصوغ يصلي صلي ها مرن هي بنات الصلي والصوغ يصلي صلي مرت بنغزال انا طايح ومتعطلي زين ناديت هم يوصلي والنفس كل موصلي شابك وحصلتهم ايه كيف اتصاليطي ها الملاعب انهم حبيبي لعب الغناطي انا ضربت بيدي ايه من الخسره الى الباطي قلت نظرها يا لي والقلب لم يخي لي انزين هات يقول كافن كفل كيف كم سورن وكم جايات كافن كفل كاف كم سورن وكم جايات وكافن كفل كيف
كم بهذر من السايات ها ها وخسارة جمايلي انزين حد من الناس من سايات انا زارع وليدي نبت اللي حب حنظلمر حنظلمر زين زارع هي وليدي نبت اللي حب حنظلمر زين وخسارة جمايلي فحد من الناس ما تزمر هي الأرض زينة لكن متخلف المايات ما يا تعطيكم العافية الله يعطيكم العافية الله يعافيك يا رب الله يعافيك الله يطول عمركم ومن سمك على الله إن شاء الله مشاهدينا الكرام صوتوا للوالد سالم الحصان رقم واحد وسعيد الهاشلي رقم اثنين أمامكم على الشاشة الآن هم ينتظرون واحد منهم راح يتأهل إلى يوم الخميس بإذن الله في فن المسبع إذا يستاهلون التصويت نحن كذا نريح مخرجنا إذا مشاهدينا الكرام السهرة محلوة والليل توه خلك موجود فاصل ونعود بطنها 12 بنية وتزورها كل يوم مرتين من دونها يدك خلية وهي عمرها 24 واحد السنة اثنين الساعة ثلاثة الشمس اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة
إذن من جديد مشاهدينا الكرام، والسؤال اليوم يقول: في بطنها 12 بنية وتزورهن كل يوم مرتين، من دونها يدك خلية وفي عمرها 24. سهلة. 1 السنة، 2 الساعة، 3 الشمس. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوا على عمان تل وفريندي 90286 نورس 90607. وفالكم إن شاء الله التوفيق. وأيضا مشاهدينا الكرام على الشاشة أمامكم الآن متنافسين اليوم في شعر المسبع: سالم الحبسي رقم 1 من ولاية مضيبي، سعيد الهاشلي رقم 2 من ولاية سيب. إذن يستاهلون تصويتكم، اختاروا الرقم وصوتوا على الأرقام اللي أسفل الصورة، يستاهلون وراح يتأهل واحد منهم في نهاية الحلقة بإذن الله في فن المسبع. الله يحييكم أبوي. الله يحييك، يعطيكم العافية. الله يحييك، يا مرحبا بكم. حياك الله. زين عاد فضل. زاد فضلك. الله أبوي زاد فضلك. الله يعطيك العافية أبوي. حد جاء عندنا؟ يا مرحبا. عليكم السلام. عليكم السلام. حياك علي. يا مرحبا. شو الأخبار؟ يا مرحبا. صرنا خالد. يا مرحبا والد. طيب الله يعافيك. يا مرحبا. استريح أبوي، استريح عيالك. الله يحييك. يا مرحبا. كيف حالك؟ يا مرحبا. حياك الله. يا مرحبا. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. يا مرحبا. حياكم الله. يا أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا بكم. تفضلوا يا علي. تفضلوا، خذوا أماكنكم في الجلسة. يعطيكم العافية. كيف حالك علي؟ الحمد لله بخير. عساك بخير. الله يعافيك. كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله بنعمة. كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. كلهم بخير. الله يحييكم. كلهم بخير. كلهم بخير. ناشدة ناشدة أبوي سعيد. ناشدة بالمرة. لا والله. ها؟ ما تقدم. توك أنت جالس. ما تقدم. لا ما يصير. أبدا ما تقدم. لا 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 لا. يمك يمك يمك. هات علومك ولدي. كويت الهموم طال عمرك. ماشي طال عمرك. إلا أخبار الخير. مرحبا وسهلا. مصوبكم. سلام. ما خبرتونا خبر. بلاد سيب ما فيها علوم إلا علوم الخير. إن شاء الله دائما الخير. الحمد لله رب العالمين. دائما. الحمد لله. أنتوا جايين رباعة كانكم. أي نعم. أنت وإسحاق ما شاء الله. أي نعم. إذا علي البلوشي وإسحاق الهاشلي يا مرحبا بكم في الجلسة. تفضلت قهوة. يا إلين ما تقهون أنتوا ونحن قاعدين نسولف مع شيابنا شوي. زين أبوي حصان. تفضل أبوي. والله يعني اللي يسمع الاسم الله يعزك هذا بيقول زمانه ها الحصان. الحصان نعم. زمانه حصان من صدق. حصان نعم. لكن توال ماشي. لا 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 شيء شيء ان شاء الله ابوي. تقلبك القلب القلب شاب شاب. الحمد لله رب العالمين. القلب الحمد شاب لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. اي نعم. عندي ولادي مريحيني. الحمد لله. الحمد لله. ترى وش يبغي الانسان من الدنيا غير كذي؟ الحمد لله. يوم يكون عنده عيال مريحين اقول الحمد لله. نعم كذا. اي نعم. وابوي سعيد كذلك نفس الشيء. الله يخليك. نعم اقول يقول ابوي حصان عندي اولاد مريحيني وانت الحمد كذلك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافية إن شاء الله ويخليهم لكم بإذن الله. آمين يا رب العالمين. الله يعافينا ويعافينا. وش قال؟ يقول يلامشي القلب مني نا على ما سد. يلامشي القلب مني نا على ما سد. إنزين. متقسم ما بين سبع دروب كم بيبد. آه. ومتقسم ما بين خل وضد. ها. وشغلان خدمة بيت. ها اذا جيت اركب بيت طاحن 12 بيت. زين. واذا شربت ها من حوض الهواء غبيت. غبيت. وعلى شربت من حوض الهواء قالوا اعطب مسد. اها زين. هات ابوي سعيد. نعم. ها تنسنس نسيم الصبا بالود ناسيني. تنسنس نسيم الصبا بالود ناسيني. بالود ناسيني وغدرك تهب يوم مدوا اي ناسيني. اها يو دفتر العود ها عربي هين ناسيني. زين. ما عاتبك يو زمان معاتب ومراح. ها لي عاتب الدهر يمرض والسنين مراح. مراح. اول انا كان هي في طيبه ها وعسكر. زين. ومراح. مم. غاب اليمل واستعبنا فيش. ها بقيت ناسيني. زين. وش يقول حصان؟ عاش ابوي سالم. يقول الحصان يقول يا حبيبي بس من كثر الكلاماتي
يا حبيبي بس من كثر الكلامات والعود الانهاف من كثر العطش ماتي ماتي ويا حبيبي لا تكون شمات لماتي زين ويا حبيبي لا تكون شداد عالي فوق المخلوق يصبر اذا ربي بلاه بعوق الله اكبر يذكر يلاه ويرد صوابعه لا فوق ويقول الحمد لله يوم واحد لك مراضي الله اكبر الحمد لله على كل حال وش يقول ابو سعيد بسألك يا أخي عن مخمر الطيبي ها وقلوبنا تألفت طيب على طيبي الحمد لله أنا شربت من الملهمة ها عذب ايه وفي طيبي طيبي بضرب مثل ايه في العنيزة صاب وحيالي ها وقوس المودة في ضميري صاب وحيالي حيالي يا لايمي ايه لا تكون زمات وحيالي خذ مهيتي بالتي بزحات وبطيبي بطيبي يعطيكم العافية يعطيكم العافية ان شاء الله زين الحين الناس قاعدة تصوت لكم تستاهلون ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق اثنينكم امين بني الحين ايضا هذه صوركم على الهواء الحمد لله تنوجد على طول ايوه الحمد لله نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله لا من طيبك انت علي البلوشي الشليل الشاعر المطرب اللي الى الان ما بعده ما جاد هالعود بشكل صحيح يعطيك العافيه علي شو اخبارك طيب الحمد لله طيب ما شاء الله يا مرحبا الله يسلمك يا حيك بنسمع شو والله بداية ال غنيت علي غنيت والله غنى خفيف يعني مش انه نزلت شيء شريط شيء والله مش انها تنزيل لكن كتجربة ولكن نعم ما مشي يعني بعدك الى الحين ما جت العزف بعدنا ما جت العزف بعدك نحاول محاولات بس الله يعطيك العافية تفضل تفضل يا علي من فضلك بداية البرنامج او بداية ما نبدأ ان شاء الله ابيات خفيفة نعم بالبرنامج قلنا طال عمرك من شناص اليوم ممشانا نعم قاصدين برنامج أماسي بالطرب يينا ورحبنا دعوتك على العين والراسي قصدنا تناز قصدنا نشارك ونتمنى نسعد هذا الجمع والناسي والسموحة كان قصرنا في الشعر والعد يا ماسي يعطيك العافية بعد لحد الحين ما سمعنا شيء بعدين بنقول إن كان قصرت ولا لا ان شاء الله ان شاء الله ما يكون قصور ما في قصور ما فيكم حيله كل من يهني ما في حيله حقيقه جاهز الشله ان شاء الله يلا بنبدا ان شاء الله تبغى شله ولا بعد لا نبغى شله شله ما لقلبي والهوى ما لا غصب عني ما بقت حيلة ميل أبو عين قد تالى للحظة سهم قد تيلة من نظرته حالتي حالة حالتي اللي من هدم حيلة في البشر ما ريت بمثاله حسنه النادر من يشيله نور ويهه شمس شعاله يا شيك لو شفته في ليله ما تزين رجوك حاله خلقة الرحمن تكفيله وهلا الخشمك السيف حنياله مشيت بالهون وحليله والنطق يا ما حلق ولا يشفي قلبك من تعليله مسكن في سيوح ويباله وين عشبه البر يهنيله من البداوه اصله واخواله الكرم له والتهليلة لتنية روع الدالة ذاك يلي قابع الشيلة يا حلاته ويا حلا قباله يبشلك لو في معاضيله يا سعادة من حضوناله ولا شريك صار وزميله ذاك أغلى كنز حطاله في حياته يحفظ بطيله ما خساره
لو دفع ماله والعمر كله على نيله مال قلبي ولو ماله غصب عني ما بقت حيله وسلمتك. يعطيك العافية علي. يعطيك العافية. وعليكم مشكور جزاك الله خير. نرجع إلى ما نرجع نتقدم إلى إسحاق. حياك يا إسحاق. هلا والله. يعطيك العافية. الحمد لله. يلا وش بنسمع؟ الله واجد. يلا هات. الجود في الماجود حن نبغي. إن شاء الله. على هذا الشلال الماي الحين قاعد ها؟ جو شاعري وانت تغني جو شاعري 100% يعني جلسه حلوه وجونا صافي نجومنا طالعه وهذا امورنا طيبه والحمد لله صح الحمد لله حلو حلو يا محلى العتاب ونارك جنتي جنتي ما هي عذاب عتابك حلو حلو يا محلى العتاب ونارك جنتي اوه جنتي ما هي عذاب ولو منك عتب جاني سعيد الحظ تلقاني ولو منك عتب جاني سعيد الحظ تلقاني ولو منك عتب جاني سعيد الحظ تلقاني نعم مهما جرى منك ومهما القلب داب عتابك حلو 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 يا محل العتاب ونارا جنتي جنتي ما عتب منك عتب عتب منك على كلمة دليل الحب بكلمة عتب منك عتب منك على كلمة ومن عتبك ما ينساك دليل الحب بكلمة عتب منك عتب منك على على كلمة ومن عتبك ما ينساك
حبك وفي مشيتك وغرورك انا احبتي في حبك وفي مشيتك وغرورك واشوف البدر بليل الدوجة قد بان من نورك يا ليلة دان يا ليلة دان يا ليلة دان ولو يعتب علي قلبك انا بحس بشعورك ولو يعتب علي قلبك انا بحس بشعورك وحتى الطيف مش ممكن تمر لحظة وانا يزورك عدت بجاني سعيد الحظ تلقاني نعم مهما جرى منك ومهما القلب ذاب ذاب عتبك حلو حلو يا محلى العتاب ويا محلى أدائك وتفاعلك يا إسحاق يعطيك العافية جميل جميل يا أخي عيشتنا جو أنت ذكرتنا يعني هذا الأغنية قديمة جدا للفنان أبو بكر سالم حقيقة وأيضا كنا نطول كذي على المسجل في السيارة وهنسمع الأغنية الجميلة الله يعطيك العافية أدائك جميل جدا فيها يعطيك العافية يا إسحاق تسلم تسلم أفا 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 الحين انا اقول حصان اقول ما ادري انت رقدت خطفت علينا مسألة اثنين التنجالي ها صحيت خطفت علينا مسألة اثنين التنجالي زين وزار شيعي وتحت ثويب بنجالي لا انا بفوله ولا نار انت احتالي زين حاني مسكين لكن زاد بي يهدي اها من ريحة المسك والعنبر اللي يدي زين أهلا وسهلا زوريني بلا وعدي هنكتب حياتي لها نوبه أصل مالي انزين عاش عاش العاش لي يا نور عيني وصلني خبر أفعالك يا نور عيني وصلني يا نور عيني وصلني خبر أفعالك تابع هو بليس والشيطان زهالك سبحان من يوم غيري سكن في القلب وهوالك أهوالك من يوم تصغير بالأحسان ربيتك نزيل شروات تاج الملك عالراس خليتك غيبت من أملكه من المال وعطيتك أكيد هذا جزائي والأحسان لحالك الله ما أدري ما تستاهل ما يستاهل يقول خطفت علينا عثر في سكيك تلحيلي زين لابس المفتل وتنسف عالصدر شيلي 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 حدا سهيلي وعينه سايق الليلي قلنا ويا ريم قرب عندنا بتشوف بتشوف شكلي واهر والنهود حروف حروف من فردكم يا اخي صرني بموت وقوف نبغى انطلاقة ولو اثرين من ليلي يا اخي ما سهلين والله يا بابا زين تبوي سعيد والله يا اهل الهوى والله والله يا اهل الهوى والله والله زين محروم مظلوم حليله من انسان والله حليل قصر الذي شاقني بالنور والله والله انا انشدت عنه زين قالوا من رباله نود هذا دقيق الخصر يا ابو هدايب سود زين اسلب فؤادي
وانتوا واقفين شهود. سبحانه. هذا منقدر على الانسان والله. صدق والله انه مقدر حقيقه. اقول مقدر عليه. بكسن محدر شمال السور لو قلنه. انزين. بكسن محدر شمال السور لو قلنه. انزين. ثمر زمرد محدر صمت لو قلنه. انزين. يا ليت اخوي وبن عمي ملاقنه. كليف البريسم وحب الهيل شغرافه. شغرافه. اذا جيت اخرفه بلا مكدف ولا رافه. معمور بالمسك مايل ورد ساقنه. ساقنه. وش قال هناك؟ هي. فضلك على الناس سادي كيف حالينا؟ فضلك على الناس؟ سادي تعطي كل حد. وكيف حالينا؟ كريم. مزين. فضلك على الناس سادي كيف حالينا؟ ببك بخل سيدي. من ساي حظينا؟ مزين. حكم علينا بحكم الله يرضينا. يرضينا. أطلبت ربي. ييسر كل حاجاتي. حاجاتي. آمين. هو خبير بنا. إيه. ويعلم بحاجاتي. حاجاتي. يم يسر ليسر. يسر كل حاجاتي. أطلب من الله من عقب العسر يعطيني. يعطيني. عسر. الله يعطيكم العافية. حلو. حلوين. حلوين. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. نريحكم شوية. تفضل. ها؟ على ما تحب. برد لكم. شو رأيكم؟ بما تفضل علينا. الله يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا الكرام لا تنسون. التصويت أكيد حامي الوالد سالم الحصان رقم 1 أمامكم سالم الحبسي من ولاية المضيبي رقم 1 سعيد الهاشلي من ولاية السيب رقم 2 صوتوا لهم يستاهلون ما تبقى الكثير تقريبا نص ساعة وراح نعلن من هو فيهم المتأهل إلى النهائي لسيف النجومية لفن المسبع إذن مشاهدينا الكرام نحن سهرتنا محلوة وليلنا توه خلق موجود فاصل ونعود خشبكم ساير البصرة لو ثريا ويلي يا زيني خشبكم ساير البصرة لو ثريا ويلي يا زيني ساير البحر لو وخلاني على ناري حبيبي ساير البحر لو وخلاني على ناري لو
خلاني على كيفي حبيبي ساير شطيفي وخلاني على كيفي والله بطنها 12 بنية وتزورها كل يوم مرتين من دونها يدك خلية وهي عمرها 24 واحد السنة اثنين الساعة ثلاثة الشمس اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة من جديد رجعنا مشاهدين الكرام ونذكر بسؤال اليوم يقول في بطنها 12 بنية وتزورهن كل يوم مرتين من دونها يدك خلية وهي عمرها 24 واحد السنة اثنين الساعة ثلاثة الشمس اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوا على عمان تل وفريندي 90286 نورس 90607 وفالكم بإذن الله التوفيق الله يحييكم جماعة الله يحييك يعطيكم العافية الله يعافي الجميع إذن مشاهدينا الكرام على الشاشة الآن بنلاحظ نعم أمامكم الآن سالم الحبسي رقم واحد من ولاية المضيبي محافظة الشرقية سعيد الهاشلي رقم اثنين من ولاية السيب محافظة مسقط صوتولهم راح نعلن في نهاية الحلقة من فيهم المتأهل حسب اختيار الجمهور إلى النهائي بإذن الله تعالى زين تفضل رجعنا لكم زين عنيك الله يطول أعماركم يا رب أبوي الحصان تفضل هات يقول برق سنالي وجمح الليل عماله لا رهف عندي ولا في الدار عماله ومساف وادي ظلام الود عماله عماله انا سالبني شراها ديوم بشراها وحجاج يوسف عمل كيد لبشراها زين لو يلنا في الهوى حكما وبشراها انا انصفت حكمي على العادل وعماله وعماله ابوي سعيد اي والله ما لقيتها غايبة يقول بطحاس حمسي لا تغربي أحسن كلبة شو يقول بطحاس حمسي لا تغربي أحسن كلبة مزين ومسيف وادي عاود ذيب والكلبة مزين يا ما رمان الدهر يا ما ونكلبة مزين خطفنا على بندر نعيمو دلاليلة وفي غبة الشوك واحتاروا دلاليله دلاليله نسعد فواديك نسعد ضرس في الكلبة بالكلبة بالكلبة يعطيك العافية معك واحد أبوي حصان يقول أشوف شي هالدار حرش ضيق وزحين أشوف شي هالدار حرش ضيق وزحين ردت وقالت ضعون الحي من تزحين قلنا لها صدق ولا كلام وتمزحين أمزين قالت نعم راحوا ولا ظني يعود الدار وبقيت مهموم هيه. والقلب مني احتار لإلهنا الله عنك يا هالدهر غيار غيار وفرق المحبين في كبد العاشقين محين زين يا زين هايرتني واحنا عليك سنين انا حلفت بهاجرك فوق الشهور سنين سنين لو كان طايح هيه. مسوي على الفراش ونين ونين
بعن قلبي ضقني من ثمار هنجني آه. بيكون أكلي ومشروبي علي هني هني عساك يا زين آه. أنت المحتاي وأنا الغني آه. وبما فحصني يحربك 6-7 سنين صح. قال المجاوب زين قال المجاوب بعد حد جاوب عليه آه. آه. وش قال قال المجاوب بالله لا طال هيرك عض قلبي عنك زين على ما تزعل أنت إيه هو يقول لك يعتز زين بالله لا طال هجرك عز قلبي عنك لا من تذكر فعلك دوم أصبر عنك زين لو كان مالك هي. حصن بهلة آه. ونزوة آه. وضنك وضنك نوبة زين لو كان مالك حصن بهلة ونزوة وضنك بالله لو قل مالي لو كثر نقدك ما بتعرع جباب المرخ من فقدك أرضاك ما سرني هيه ولا همني فقدك فقدك ولا من تبدلت عني ليه سأل عنك ما بتنشد عنه؟ لا ما بينشد زين بنجي إلى علي علي بنسمع ما أدري بك علي شلة بعد تبع شلهات خير يلا شلة إن شاء الله ها؟ شلة إن شاء الله يلا انزعلت وزالت الدنيا علي ورضيت وكل هذا الكون راضي الله من اشاكيكم اذا تجنوا علي للاسف ما للهوى والعشق قاضي انت والحاكم وانا فرد الرعية لو حكمت اعدام ما عنده تراضي لجلكم بمشي على الجمر الرضية حافي الا قدام بس تكون راضي راضي يشهد الله مالي في الدنيا بغية غيركم يا حبي الحاضر وماضي في حياتي انتو لي اغلى هدية احتفظ بها في عيني في البياضي يا حسين اللون والطلع البهية يا شبيه البدر وورود الرياضي رياضي وين بلقى مثلكم نفس صغية مثلكم نادر وجوده في الأراضي من يوقف دمعة العاشق شوية إن بكى مظلوم من شخص يقاضي غير خلالي وده بحسن نية يسعف عين يا وقته باعتراضي اعتراضي يعطيك العافية علي يعافيكم إن شاء الله العافية. يا مرحبا جميعا إسحاق سلم وما تقصر إسحاق شيء عماني تتذكر شيء من الأغاني العماني هات هات وزنت خلف سلم
ولع لمتى مضني كحيل الطرف يا ويله بدون اسباب عذبني ابو زناد قال نفس المولع لمتى مضني كحيل الطرف يا ويله بدون اسباب عذبني ابو زناد قال نفس المولع يا ويله بدون اسباب عذبني يا جاهل مدني الراس شفتك مستحي مني راسك فوق ومن فضلك ومد اليد وصافحني يا جاهل مدني الراس شفتك مستحي مني راسك فوق ومن فضلك ومد اليد وصافحني ابو زناد قال اه لمتى مضني كحيل الطرف يا ويله بدون انا فين اشتكي يا ناس هذا الزين ظالمني حبيب الروح بين الجو والارض علقني انا فين اشتكي يا ناس هذا الزين ظالمني حبيب الروح بين الجو والارض علقنا بزنات الله كحيل الطرف يا ويله أبو زناد قال نفس المولع لمتى مضني كحيل الطرف يا ويله بدون اسباب عذبني أبو زناد قال نفس المولع لمتى مضني كحيل الطرف يا ويله بدون اسباب عذبني كحيل الطرف يا ويله بدون والله كحيل الطرف يا ويله يعطيك العافية يعطيك العافية أسحاق جميل يا أخي جميلة للفنان يعقوب نصيب نوجه له تحية حقيقة الفنان يعقوب نصيب من أجمل الأغاني اللي كنا نسمعها وحنا صغار حقيقة تذكرها أبوي تذكرها الأغنية ذي هذه إيه لا ما تذكرها ها يوان أبوي الحصان مرت عليك هذه قبل؟ لا مرت لك ما نسينه ناسنا أبو زناد قال نفس المولى مرت مرت نزين أبوي سعيد أبوي بذكرك بشيء تحيد تتذكر بعدك زمان ها زمان نعم يوم كنت رايح تخطب وراكب على حمارة هي طحت من الحمارة هي الله يرحمها هذه هذه أنا أدور حرمة من عبري زين وقال لي الشيخ محمد بن عبد الله الله يغفر له آمين دور حرمة وكل إنسان ما يوزك تعال عندي زين أنت كنت تشتغل هناك ذيك اليوم بعدك فلا والله قمت أسأل أنا في ناس يقربوك هي. وفي ناس لا نعم يتبع سنجيس خادم زين ما احنا الحين نبى السالفه يوم رايح بس يوم رايح بالحمارة واحده بنت ياويد قالت لي هيارتني هي قالت انا برابعك احيد لك حرمه في حاره العراقي زين قلنا ان شاء الله لكن زمان ما جت سيارات قليل هي سيارات الجيش بتوبريد في الجيش معنا سيارات هي ولكن غير معناها صح ما يطلع عن الا حق شغل لا حق شغل زين زين وبشو رحتوا رحت انا ادور حماره الله يكرم وجوهكم زين حصلت حماره الحماره تحت تابع
انزين انزين هات انزين يا ودنا للحمارة وركبنا سمانيتها عن الحرمة هذه وركبتها معك في الحمارة هي. وانا ترى انا بمشي انزين تسمع وبعيد ركبنا لين طلعنا شوية من حارة الرمل براها قالت الحمارة انا ما بمشي انزين بغينا تتنقل هاي الحمارة ما طاوعت ما طاوعت انزين انا في يدي خيزران انزين قلت هاي الحرمة رفع ريولش هذا شوي انزين بتضرب بضرب الحمارة بضرب الحمارة انزين هي ما عرف سمعتني وما سمعتني اشل على الحمارة انا بضربة انزين واضرب الحمارة وتضرب كسرت لها ريولها الحرمة أضربها أنا وانشق هذا لا هذا يزاه راح تخطب له قالت وابوي كي قتلتني تقايل ليش واحد قال لك قايل ليش رفع ريولي شوي حتى يكون أضرب الحمارة زين قالت كي أنا ما سمعتك وراء وصب الدم زين أنت ما سمعتيني وأنا مو ذنبي قال ذنبك قتلتني زين انشق هذا بعدها فوق الله يكرم ويوكم سوال الدم الدم اشرخ مصر انا فوق مصر ايه شارنا مع اولاد صدون بعد بيسمعنا زين شارنا مع اولاد صدون زين ما اعرف 25 ربيع زين جبت مصر انا وشرخته ايه وطويت ريولها زين ووقف الدم لين وصلنا البيت مع العرب زين هات الحين ابوي حصان تفضل قول وش يقول يقول قم حن قم نوح يو طير بليلي كم مرة تزوجت أبوي كم مرة تزوجت ما سويت هاي تزوجت كم مرة ست ست ما شاء الله زاد على السنة ما شاء الله عليك الله يعطيك العافية أبوي الحمد لله هات أبوي هات قم حن قم نوح يو طير بليلي ويا مغرد بالصوت صبح وليلي وليلي وحسرتي انا منقل حيلي انا قلت حطير علم قول ما علم انا قلت حطير علم قول ما علم انزين ولا بيح بالسر انا قط صحيح واتكلم ها قبلك انا في الهوى دارس ومتعلم انزين سبعة شهر في دبي ما نمت ليلي ليلي لهنيك شوف الطير وافي ما يعلم في دبي وادب اقول لك في دبي هات في دبي ابوي سعيد عندي عندي خليك عندي انا اي والله ان شاء الله هات سوي اي والله هات قول رد عليه يقول من البارحه دار قلبي دار قلبي دار زين هاك شويه رده زين من البار من البارحه من البارحة دار قلبي دار قلبي دار ما حسب الدهر والدنيا تزيد افكار انزين ابكي زماني هيه ابكي ذي الدهر غدار غدار كيف ان اسوي غبيب السود دار ربي لا حول الى سرت بالهند بر الصين دار ربي دار ربه ابكي الحبيب الذي في القلب متغبي متغبي للحب سلطان هيه متملك وحاكم دار انزين كذاك الحب يسوي ما دريبك تعرف انت الحب يسوي اكثر من جدي اسميه ها وش يقول ابو الحصان يقول من البارحة ذات دمع العين يتجارة تجارة يوم قالوا حبيبي فوق الهي ينكره انزين من واحي حنه نتحال ونتباره يوم قالوا شامس اللاب العقولي انزين العين دعجة عليها حجاج مقفولي مقفولي انا مسافر وادي شرق ويل مقتولي مقتولي الروح راحت ولكن بقي السم يتجارة يتجارة هي هي ها ميت ها لكن ما بعد بقسم يتجاره يتجاره انزين قد يرحم الله قليب مر بالفرقه انزين روح الله يرحمه الله يرحمه قد يرحم قد يرحم الله قليب مر بالفرقه انا يزيد في مهم وتعم يطرقى يا قاسم بالتحيه وشاي من شرقه شرقه بلغ سلامي عديك الملتقى وسائل انا حيد ما بيننا اقفار ومسائل مسائل ودموع عيني ها على الاويان قد سائل تتسائل ولا الليالي سرت بالبعد والفرقه ما انطال ولا هو انطالني سبحان الله البعد البعد بعد البعد زين يقول قم حن قم نوح يطير بليلي قم حن قم نوح يطير بليلي ويا مغرد بالصوت صبح وليلي وليلي وحسرتي انا من قل حيلي حيلي
وجايبين هاي. لا ما جايبينها، ما عليك قول. وحسرتي انا من قل حيلي، انا قلت حط طير علم قول ما علم. ولا بيح بالسر انا قط واتكلم واتكلم. هذلك انا في الهوى دارس ومتعلم ومتعلم. سبعة اشهر في دبي ما نمت ليلي. قولينها زين، قايلها غيرها غيرها. يقول يا رعا زمان لعبنا في الصبا وبلا. يا رعا زمان لعبنا في الصبا وبلا. زين. وكيف المقادير تجري والعرب تبلى. ومصايب الدهر في الدنيا تصاليطي. صاليطي. يا رب غثني وزل عني التصاليطي. الله الله. كم من قليب معذب بالتصاليطي. زين. أنا مسافر وادي. كم من قليب معذب باتصاليطي. أنا مشيت مهجتي. كم من قليب معذب باتصاليطي. يا رب غثني وزل عني اتصاليطي. آمين. غابت؟ من تغيب غابت ترى. يقول بين المخامر اللظالي مخمر صيني. إذا جيت أشرب هذا الخمار يسقيني. حالي أنا طاس. زين. ولمحبوب طاسيني. طاسيني. أنا في أول الطاس قتله مر ما ريده. زين. وفي ثاني الطاس قتله يا فتا زيده. زيده. محشت الحبي بلولو وثمر فضع عناقيده. الله. وتمشي تبختر شرا نقش السلاطيني. سلاطيني. يعطيك العافية. بنجي إلى علي. هات علي. نسمع عد هالمرة علي. عد ان شاء الله عد لكم. نقول طال عمرك اشهد ان الحب جباري يجبر اللي فعالي يقصوره من جاري شيبانه. هي زين زين. يقول اشهد ان الحب جباري يجبر اللي فعالي يقصوره، يتبعك لو عنها تذاري لو عجوز وشايب كوره. الله الله. وانا بي من ماخذ جباري جباري القلب صوبه على شوره على شوره غصب عني دون مختار يحب خلي حاطني سوره. الله الله عليك. وانا بي من ماخذ اجباري القلب صوبه على شوره غصب عني دون مختار يحب خلي حاطني سوره. ناهبني ناهب افكاري دون فكري صوبه يدوره. لجماله ظاهرا خاري يحجب الابصار من نوره من نوره. حب عشعش في الحشا وداري زاري. في صعيدي شيد قصوره صوره صورته متفارج انظاري وين منظر شفت له صوره. الله يعطيك العافيه. لعيونه سود واسحاري وانت بسم بانت ضروره يتفن روحي ولا يداري وانا روحي فيه مجبوره مجبوره. يوم اشوفه ياضي نهاري لان سعد القلب وسروره وانت خبى زاد بالناري ولا بتطفي لين ما زوره. زين. اقول اخر شيء اساله بالخالج الباري يطفي نار الحب من يوره يرحم اللي منه فقطاري قبل جسمي يسكن قبوره. نعم يعطيك العافيه. يعطيك العافيه علي. يعافيك. نجي عند اسحاق. اسحاق دور تنبش في الذكريات اخليك يعني؟ لا لا عادي. يلا هات. قرب ناقل الصوت شويه عليك يوم تغني كذا؟ هي يوم تغني خليك قريب منه. لا لا قريب. كل الأمور
عقادي شروات خط النون وحجبين عقادي شروات خط النون جاس عينيه سوادي وله الهدف مزمون له الهدف يتهادى بالسكون شفته وهو متبادي يتهادى بالسكون مشي القطع بالوادي تحق دمه بالهون تحق دمه بالهون والله ما ندري عاد من اللي تحركن عليه شجون الحين حتى تحركت عليه شجون الله يهداك والاغنيه يعطيك العافيه يا شيخ ما قصرت انزين بتغدي معنياك الله يعطيكم العافيه الله يعافي الجميع وش قال ايش عالم ها قول اول شيء ابوي الحصان قال بيقول يقول هذه بردك ابوي يقول بطرشك يا كاس في الجنحاني انزين على سيدي بلغ سلامي عاني عاني سلاما يفرح خاطر الزعلاني ولذ من ثوب انكسر عرياني انزين قابوس يا قابوس نور عماني الله الله كالهد والتطريق بالاحساني نعم يا قائد القوات والشجعاني يرعاك الله فارس الفرساني فرساني من أرمل وشايب ومن طفلاني كلهم يهنوا جلالة السلطاني سلطاني. يا رب يا غفار يا رحماني نعم. تنجيه من الحساد والعدواني والعدوان بيت الكرم واليود والأيماني نعم. إمام جده من نقل جداني كهل ملك ما حد خلق فعماني ومن طينته ما حد خلق إنساني. إنساني يحكم وعنده في الحكم ميزاني يحكم بحق الله والأيماني والأيمان راقد في نومي والمورق جاني واللي انتبه من رقدتك يا فلاني جايب بشارة ثور بالعجلاني ولا تبيح سرك على العرباني وش عنده؟ حال المعظم ريت سبع جناني الله مفرشه ومفتحه بيباني آمين وشجار فيها تين والرماني آمين تبشر بهن يا مقدم الأحساني آمين آمين قولوا لابتي وخواني آمين واختم تقيلي بالنبي العبداني وبصف عمه وسورة الرحماني الله يعطيك العافية ما قصرت أبو إحسان ويستاهل مولانا حضرة صاحب زين أبوي سعيد عندك الحين فردي وش تبغى تقول؟ خذ سريع 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 سوى غني 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 سوى بسرعة عطني هالورقة يقول لي عطاني أول بيت منها الحين أنا وش أقبض؟ ما عرفت له ذي القرية سوى أبوي أبي حيدي واجي حيدي أفرح الليل أفرح الليل يقول لي عطاني أول بيت هذيك روحة تعال ها شو يبغى تعزف له؟ أبغى أغني العود؟ أغني خول يلا بس مقطع وبنشيل معاه مقطع قول أبوي سايرة ما هي طالب البكو هذه فردية هذه من حقه يا عندك وابدقي عندي قول أنت هي يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا
مرحبا يا اللي قسوت السهام فرق خزينة ويا بنت الزواملي يا مرحبا يا اللي قسوت السهام فرق خزينة ويا بنت الزواملي مرحبا يا اللي قسوت السهام فرق خزينة ويا بنت الزواملي يا مرحبا يا اللي قسوت السهام فرق خزينة ويا بنت الزواملي كان الخزين عندك تفوض وتمثلي فلت خزين اليوهر من عقب الظما كان الخزين عندك تفوض وتمثلي أنا ما أسمعي الكسر العود ما أسمع أنا من نار يلا شكرا أحسنتم الله يعطيكم العافية شكرا جزيلا ما سويت احيدك ما يبالك حلقه يبالك برنامج زين لكن شويه خلونا نشوف الحين مع بعض نلاحظ مع بعض التصويت لوين وصل وراح نشوف المتاهل في حلقه اليوم 5 4 3 2 1 نشوف ما شاء الله اذا الوالد سالم الحبسي رقم 1 النتيجة 56% الوالد سعيد الهاشلي 44% إذن الوالد سالم الحبسي تأهل إلى يوم الخميس ألف مبروك أبوي سالم الله يبارك حياتك عندك خبر عن السالفة ولا ما عندك علي علم؟ ما عندي الله يعطيك العافية أبوي جزاكم الله خير الله يعزك ويبارك حلقتكم وجلستكم ويعدي من ياك إن شاء الله الله يطول أعماركم الجلسة حلوة وما تنمل سوالفكم حلوة أنت والوالد سعيد وكذلك علي وإسحاق الله يعطيكم العافية جلستكم حلوة تعال يا ابن ياقوت إذن أبوي سالم هذه هدية من نور مرجان ملبوس الهنا والعافية وتلفزيون سلطنة عمان يهديك هذه الهدية أبوي سعيد الهاشلي هذه هدية من نور مرجان ومن تلفزيون سلطنة عمان خذ أبوي يا أجرك الله يعطيك العافية كذلك علي البلوشي بعدين بيك أنا بشلهن زين علي البلوشي ايضا هديه من نور مرجان ومن تلفزيون سلطنه عمان اسحاق الهاشلي كذلك ساعه ملبوسه لها والعافيه من نور مرجان وتلفزيون سلطنه عمان الله يعطيكم العافيه تستاهلون مشاهدينا الكرام هناك سيف كالعاده موجود لفن المسبع مقدم من مؤسسه ايضا ابو حرب للتجاره والمقاولات والخرسانات الجاهزه راح يكون نصيب واحد منهم بإذن الله تعالى المتنافسين اللي تأهلوا يوم الأربعاء 5 أشخاص سؤالنا اليوم يقول في بطنها 12 بنية وتزورهن كل يوم مرتين من دونها يدك خلية وهي عمرها 24 واحد السنة 2 الساعة 3 الشمس اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوا على عمان تل وفرين 90286 ونورس 90607 نحن شاكرين لكم مشاهدين الكرام حسن المتابعة ونتمنى إن شاء الله أنكم استمتعتوا ويانا اليوم كما أيضا أحييكم وحيي ضيوفي ووجه لهم تحياتهم إن شاء الله الله يعطيك العافية أبوي وأيضا طاقم العمل يهديكم أجمل التحية ومني ومن مخرج العمل ونقولكم تصبحون على ألف خير ملتقانا في حلقة جديدة بإذن الله
محمود.